فرحة في كل دولة وفي كل مكان. العيد يعني لما تأهل ريحة الكافي هيك العربية المعمول، العيدية طبعا. العيد، العيد فرحة، العيد سعادة. كل حاجة حلوة في العيد، مش حاجة مش حلوة. الزيارات العائلية، زيارة الأصدقاء، نجتمع العيلة عمومية الأخوال، ناخذ العيديات، كنا نلحق الخال بس حتى يعطينا عيدية. أتذكر كنا نجمع ونعد، نجلس في الزاوية ونعد العيدية. والله أتذكر يعني كنت ألف وعيد وحصل لي فلوس، وهذا استانس انبسط يعني. الحين عيد ما حصل فلوس، ياخذون فلوس من عندي. When I think of Eid al-Adha, I have memories coming up. I have food in my mind. ما بين ده وما بين ده هو شهرين ثلاثة، فلازم بقى نفرح علشان هنقعد فترة كبيرة من غير عيد بعد كده. في ناس يعني تكون صار لك فترة طويلة مو بشايفنا العيد، هاي اليوم يجمع هالناس كلها. أقول للناس كلها كل عام وانتم بخير وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم، وإن شاء الله العيد وأيام الفرح والسرور تستمر كل سنة وكل حول إن شاء الله. بالهم كل عام وانتم بخير، إن شاء الله يكونوا كلهم بسلامة وبخير. نقول كل عام وانتم بخير، كل عيد وانتم بخير، والله يفرحهم ويجعلهم في عز وفرح وأمان. كل عام وانتم بخير.